بتحب نفسك من اي حاجه. بس فعلا بيبعتي تسيبيه على ايه؟ على الهادي بقى ولا النار شديده ولا على الهادي؟ يا دلوقتي مش عارفه ايه يعني. ده مين اللي خبط عندكم ده؟ ده العدد بتاع غزه. خبط ليه؟ ازاي ما قلتيهاش في الجمهور؟ لان مش كويس يشوف يعني تقربيها كده. يشوفوا دي احنا على قدنا يا جماعه، احنا ناس متفقين لسه في الشغل. انت حطيها على الضيق شويه يعني، ما تفضلش عشان انت مسحتي الحته دي. ما فيها زيت، ما طبيعي هتثبت مكانك. مين اللي هيحط زيت؟ ماما.